في مزرعة 17 فدان في كيلو 107 بتتروي بحاري. الترع اللي بتتروي منها دي على بعضها كده مزرعة ليمون كلها، المشاية الخاصة بيها. وهنا في بركة مش عارفة بيقولوا عليها ايه. تنشل من الترعة وتبقى هنا عشان خاطر الروي والكلام ده، حتى لو مفيش مية تبقى خاصة بيها فيها مية. الله يرضى عليك. ايه تزرعوا في الارض على طول مكانها الخاص بيها. اللهم صل على النبي. الأوضة بتاعتها كل ده خاص بيها، دي عمق 11 متر، العمود ده ولو نزل فيها ما يبانش. كلام جميل جدا. ده يخص 19 متر.